صباح الخير عليكم. الإصدار الأول ل50 جنيه، كان في 21/3/1904، ومشهورة ب50 جنيه. المعبد وقع عليها بالمر بس ب7 برفكسات من F1 لF7، والفترة دي كلها في خلال 6 سنوات، من 1904 لغاية 1910، وكانت نازلة كلها عينات مش للتداول يعني. واللي اتشاف منها عدد من البرفكسات، في 3 ما تشافوش خالص، شاف منه 4 بس، اللي ما تشافش F3 وF5 وF6، وأسعارها من 100,000 لـ500,000 جنيه. أسعارها من 100,000 لـ500,000 جنيه. وصباح الفل عليكم. صباح الخير عليكم. النهاردة هنتكلم عن الإصدار الثاني لـ50 جنيه، اسمها 50 جنيه الجمال، وهي صدرت في 1913 في 4/9. وقع عليها 2 فريدريك رولت ب13 بريفكس، ونورمان نيكسون ب5 بريفكس. رولت كان من U1 لU10، بعدين عمل حرف الN من N1 لN3، نيكسون من N4 لN8. بالنسبة لفريدريك رولت، U1 لغاية U10 مختفية، مش متواجدة خالص ونادرة. اللي ممكن يكون متواجد الN من N1 لN3، ومش متوفرة قوي يعني، عشان كده أسعارها هتبقى عالية. ممكن الأسعار تبدأ من 10,000 جنيه لفريدريك رولت، لغاية توصل لغاية 300,000 جنيه، 350,000 جنيه حسب حالة الورقة. نيكسون مضى من N4 لN8، ودي متوفرة، ممكن أسعارها تبدأ من 5,000 جنيه لغاية 150,000 جنيه. ده كل المعلومات اللي عن الـ50 جنيه الجمال. والسلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير عليكم. الإصدار الثالث لـ50 جنيه، كانت في 1/11/49، واسمها 50 جنيه فاروق، لأن طبعا صورة الملك فاروق موجودة على الوش بتاعها. وقع عليها ريس روس وأحمد زكي سعد، الاثنين وقعوا 4 برفكسات، كل برفكس 100,000، يعني 400,000 ورقة. الورقة دي تعتبر نادرة جدا، وسعرها يعتبر عالي، وهي بتبدأ من ممكن 1,000 جنيه، لو حالتها تعبانة 2,000 جنيه، ممكن توصل في حالة الأنصر لـ50,000 جنيه. هي اسمها 50 جنيه فاروق، سنة 1949، عشان كلنا نبقى عارفين. لو موجودة مع أي حد، الورقة دي غالية، خلي بالك منها، لو أنصر تعمل 50,000 جنيه. صباح الخير عليكم. من الإصدار الرابع لـ50 جنيه، هنستمر معاها لغاية ما نخلصها الـ50 جنيه، لغاية آخر إصدار. الإصدار الرابع صدر في 29/10/52، مشهورة بـ50 جنيه التوت. وقع لها محافظ واحد محمد أمين فكري بـ2 برفكس، جمحة على 5 وجمحة على 10، وكل برفكس كان 100,000، يعني 200,000 ورقة. وسعرها تبدأ من، عشان هي نادرة، من 1,000 جنيه لـ150,000 جنيه. 50 جنيه التوت اللي صدر في 29/1/52 بتساوي من 1,000 جنيه لـ150,000 جنيه. وقلت لكم المعلومة. صباح الفل عليكم. صباح الخير عليكم. من الإصدار الخامس للـ50 جنيه، صدر في 9/2/93، وقع عليه صلاح حامد وإسماعيل حسن، وتعمل منه 28 برفكس، كل برفكس كان 10 مليون ورقة، يعني حوالي 280 مليون ورقة، وده عدد
كبير جدا يعني كمية كتيرة، عشان كده سعرها نازل مش كتير. سعرها ممكن من 60 جنيه ل 100 150 جنيه بالكتير. لو كانت بأرقام مميزة ممكن من 300 جنيه لغاية 2000 جنيه. في التوقيعات صلاح حامد وقع توقيع واحد وإسماعيل حسن وقع الباقي. صباح الخير عليكم. الإصدار السادس والأخير للخمسين جنيه صدر في 6/11/2001، وقع عليه 4: محمود أبو العيون ب20 بريفكس، هشام رامز 43 بريفكس، فاروق العقدة 110 بريفكس، طارق عامر بيمضي لغاية دلوقتي. وأسعارها لو بأرقام عادية احتفظ بيها، لأنها مش هتبقى غير بقيمتها 50 جنيه ب50 جنيه. لكن لو بأرقام مميزة زي 0-1 و0-2 و0-3 ممكن توصل لغاية 500 جنيه. لكن لو بأرقام محايد بس 7 وحايد 7 اتنينات ممكن توصل من 500 جنيه ل 1750 جنيه.